روبرت، يعني الكل يريد أن يعرف هل ستزيد الرواتب، يعني هناك توقعات الزيادة لأن التضخم واضح أنه سبق هذه الزيادات. هل برأيك ستبقى يعني ستكون الشركات إن كانت خاصة أو عامة هي مجبرة على الرفع، وإلا ستكون هناك تداعيات أكثر اجتماعية ربما للعمال لديها؟ كلا، لا أقول ذلك. من وجهة نظري فيما يخص زيادة الرواتب هو أنه لتكون الشركات تنافسية في السوق فغالبا تقوم الشركات بإجراء مسوح للرواتب كالمسح الذي أجريناه، وبالتالي من هم شاركوا في مسحنا ونحن أطلقنا الأرقام بناء على ما تقوله الشركات لنا، وبناء على ذلك تتخذ الشركات القرار فيما يخص زيادة الرواتب في العام المقبل. هناك التضخم طبعا له دور كبير، ولكن إذا نظرت إلى الإمارات فإن الأمر غير مهم، لأنه في العام الماضي كان التضخم عند 1.3% بينما هذا العام هو عند 3.5%، ولكن زيادات الرواتب لم تتغير، وبالتالي رقم التضخم لا يؤدي دورا. ولكن المهم بالنسبة للشركات هو تقويم وضعهم الإجمالي مقارنة مع السوق. بشكل عام كم تغيرت استراتيجية الشركات، يعني ما عندما كانت قبل الأزمة ما بعد الأزمة، كم تغيرت هذه الاستراتيجيات في تحديد ما الذي تريده عندما تتطلع لزيادة الرواتب؟ ما الذي تنظر إليه؟ هل تغيرنا في السابق عما نحن عليه حاليا؟ تماما. قبل الأزمة في 2008 كانت زيادات الرواتب عند 12 إلى 15%، ومن ثم حصلت الأزمة وشعر الناس بها بقوة في الإمارات. ومنذ ذلك الوقت، منذ 2008 و2009، كانت الزيادة في الرواتب زيادة منخفضة، وأحيانا لم يكن هناك أي زيادة في الرواتب. وبعد ذلك في 2009 و2010 و2011 حصلت زيادة قريبة بين 4.8 و5% في الإمارات خصوصا والخليج عموما. وبهذا المعنى حصل تغير كبير فيما يخص زيادة الرواتب، لأن التضخم كان أعلى في السابق، حيث أن الاقتصاد حاليا ليس بالقوة التي كان عليها، وبالتالي الأرقام معقولة هذه الأيام مقارنة عما كانت عليه قبل الأزمة. وهناك أيضا دائما تساؤل يطرح، ما هي القطاعات الأكثر دفعا لموظفيها؟ يعني بالفترة الماضية شفنا القطاع العقاري كان كتير بالمنطقة يأخذ دور كبير، حاليا ما هي أكثر القطاعات دفعا؟ الأرقام التي أشرنا إليها في تقريرنا، حيث أننا نغطي قطاعات وصناعات مختلفة في التقرير، بحسب تجربتي القطاع الخدمات المالية والنفط والغاز هي القطاعات التي تقدم أكبر تعويضات، وبالنسبة للأقل هناك الخدمات المهنية وحتى شركات الإعلام ليس أداؤها عظيما. ولكن مقارنة مع القطاع العام وخاصة أن الحكومة تزيد زيادات هائلة ونحن لسنا بغنى الحكومات في هذا المعنى. هل برأيك صار هناك توجه أنه الناس يفضلون، يعني لاحظنا بكثير من الاستطلاعات أنه في السعودية على سبيل المثال هناك تفضيل للقطاع الحكومي، حتى في كثير من المواطنين الدول الخليج يفضلون القطاع الحكومي أكثر من القطاع الخاص، هل ما تزال هذا التفضيل موجود؟ وهل الحكومة تسبق القطاع الخاص أيضا بترويج لزيادات الرواتب؟ الوضع غريب نوعا ما في دول الخليج ولا سيما في الإمارات وقطر على سبيل المثال، حيث أن هناك عدد قليل من المواطنين أو المواطنين الإماراتيين أو القطريين العاملين، وهم يفضلون طبعا العمل لصالح الحكومة لعدد من الأسباب، ولكن أحد أهم الأسباب هو أن الراتب أعلى بكثير مقارنة مع القطاع الخاص. وبهذا المعنى فإن الحكومة تضغط على نفسها، فهي غير قادرة على استيعاب، لنأخذ السعودية مثلا، هي غير قادرة على استيعاب جميع المواطنين السعوديين للعمل في الحكومة، فهناك حد معين تستطيع الحكومة أن توظف ولا تستطيع أن تتجاوزه. أما هنا فكما قلت هم يضغطون على أنفسهم ويتسببون بمشكلة لأنفسهم، لأنهم يدفعون رواتب أعلى من القطاع الخاص، وبالتالي الناس يفضلون العمل المواطنين طبعا يفضلون العمل للحكومة وليس القطاع الخاص. علي أن أخذ منك يعني وعدا أن تأتي
تأتي لأن تحدثنا إن كانت هناك طبقت فعلا مثل هذه الزيادات، لنرى إن كانت سيكون هناك تسارع في هذا الأمر. أشكرك روبرت رختر، وأنت مدير مساحة التوقعات في أيون هيويت، أشكرك على وجودك.